انا كنت فرحان تعيني كمدير فني لانه هذا تبع هذا اللي يهمني في تنظيم ايام قطر السينمائيه وكل. كنت على الاداره العامه لمده سنتين، ولكن فرحت برشا بتعييني كما قلت. لكن لما يسا معناها الحظ لا شانس نوزا بيرمي دو باش نعملوا مهرجان في تواصل مع الدورات السابقه، جات الجائحه نتاع الكورونا والعمل الفني كيف نتاقلم مع هذا؟ اسكو نلغي المهرجان في غياب انتاجات؟ راهو المهم انه ما تنجمش تعمل مهرجان بدون انتاجات. فكانت الفكره او انه الرجوع الى ذاكره المهرجان الى حاضرها كذلك والى مستقبلها. فبلورنا هذه الخلطه كما نقولوا نتاع ايام قد تسمي سنة، وان شاء الله بون فما برشا حاجات جدد. فما الاذاعه الخاصه لايام قد تسمي، فما الدرايفين في السيارات، وفما افلام مهمه جدا، فما كذلك انتاج 6 افلام للافتتاح. ولا رؤوف مجلس فريد بوغدير موجود، فريد رؤوف وقع دعوته، فريد موجود ولكن موجود بالغيابية لأنه هو موجود في ألمانيا توا، هو عضو في الهيئة المديرة أولا، وكذلك عنده كتاب مش يخرج، كتاب على ذاكرة أيام قرطاسمية اشتغلنا عليه في هذه الدورة، ومش يقع معناها اليوم شال المطبعة، وإن شاء الله الكتاب هذا يكون حاضر قبل أيام نهاية أيام قرطاسمية. دونك حضور وي، احنا حضرنا، احنا ابعثنا الدعوات، ما بعثناش دعوات للناس الكل لانه احنا ذلك مربوطين بظروف استثنائيه. ثانيا الاهم هو لا توني دو سو فيستيفال، الاهم اليوم تعدى المهرجان، ما فماش الافتتاح، ما فماش دزان، ما فماش لو كونديكتور ايتي ريسبكتي بالكدا، ما خذتش في شكون طالع شكون هابط. لا انا ذيك انتي سيليبريتي، ما جو سوي با سيليبر دونك جو با ريبوندر ا سي كيستيون. هي مواطنه، هي اليوم فنانه معترف بها في مصر، تدعوها القنوات التلفزيونيه والكل. مريم بن ملام معناها مرحبا بها كما الضيوف الكل، معناها ما عنديش تعليق على مريم بن ملام، ما نعرفش طلعت احترمت نفسها عادل امام مسهوني دونك قاعده رايده، ما فما حد شيء.